بالنسبة لساحة الهديم، كل الروايات تجمع على أنه سميت بساحة الهديم، لأنه باش تكون ساحة الهديم السلطان مولاي إسماعيل يعني قام بواحد عملية الهدم لعدة بنايات كانت هنايا لتكون هناك ساحة، وبذلك سميت ساحة الهديم. بعد ذلك هذا الاسم ديال الهديم التصق بها وجعلها انها فهمتي ولات دائما تعرف حركة ديال الهدم والبناء والهدم والبناء. هاد الساحة هذه عرفات يعني مشاهد تاريخية نذكر منها والأول يعني والأهم هي قيرة ملحلو، يطلق عليها قيرة الملحلو بما يسمى بمعركة بوفكران في تنظن في 1937، ولهذا يعني ومن بعد ذلك تحولت لهذه الساحة هذه لواحد مكان الفرجة وفن الحلقة، ومن بعد ذلك حتى أنه كانت سوق متنقل. يعني كان شهدت هذه الساحة هذه عدة أشياء تاريخية. الكل يشبه ساحة الهديم بساحة جامع الفلا، ولكن المكناسيين يرفضون هذا التشبيه. المكناسيين لأنه ساحة الفلا عندها خصوصيات ديالها وساحة الهديم عندها خصوصيات ديالها. ساحة الهديم ما يميز بساحة الهديم هو هاد باب المنصور العلج. هاد باب المنصور العلج بعض المكناسيين تيقول لك خصو يكون يعني من العجائب السبع، يعني عجائب الدنيا، وتعطيها واحد الجماليه لهذه الساحه هذه. الساحه ما تنكروش يعني الدور التاريخي ديال ساحه الفناء كاين تشابهيه، ولكن نرفض هذا يعني ان التشابه هذا، ان كل ساحه لها تاريخها ولها خصوصيتها. يمكن ساحه الهديم اضيق منها شي شويه، لان يمكن فيها 200 متر طول و90 متر عرض، وساحة الفناء أوسع بذلك، ولكن ساحة الهديم الحمولة التاريخية ديالها والمعركة والنضال الكفاح الاستعمار، ولا يعني كانت عندها واحد الخصوصية خاصة جدا اللي ما يمكنناش نصنفها. بالنسبة للشق الاقتصادي، وهذا هو بيت القصيد، اليوم ساحة الهديم غادي تعرف واحد المنعطف تاريخي في الحياة ديالها. هي داخلة في واحد في إطار ديال تثمين المدينة العتيقة ديال مكناس، يعني كل المكناسيين اليوم كيترجعوا على أنها تدخل في واحد التهيئة ونعرفوا شنو بغينا من ساحة الهديم، واحد التهيئة وترد يعني التاريخ ديالها المجيد، لأنه يمكن هاد الساحة هذه تلعب واحد الدور كبير اقتصاديا كيف كيلعبوها الساحات. ما نقولش جامع الفناء، ولكن كيف الساحات العالمية في جميع المدن التاريخية في العالم، الساحات والمآثر التاريخية تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد والازدهار والتنمية ديال المدينة. هاد الساحة كتعرف واحد الاسم اللي سميتو الهديم، ناحية طوبونومية، فالهديم كيبان على ان هناك هدم واعمال يعني واشغال كبيره ديال الهدم اللي كانت في واحد الفتره من التاريخ. ف عند بدايه يعني بناء القصبه الاسماعيليه اللي كنشوفوا قدامنا اللي الباب ديالها باب منصور، فكانت المنطقه يعني فيها القصبه يعني المارينيه، وتم الهدم ديال القصبه المارينيه من طرف السلطان مولاي اسماعيل في القرن السابع عشر، وبناء قصبته الشهيرة يعني القصبة السلطانية، وكذلك هذه الساحة التي توجد مباشرة أمام الباب الرئيسي اللي هو باب منصور العلج، فسميت بالهديم نظرا لتلك العملية الكبيرة ديال الهدم اللي وقعت في ديك الفترة ديال الملك ديال السلطان كما قلت مولاي إسماعيل. ويحكى على أنه تحت الساحة يعني مدينة أنقاض يعني أركيولوجية كبيرة، وكانت يعني حتى في عملية الإصلاحات اللي وقعت يعني لا في الثمانينات ولا في السبعينات ولا قبل، فوصلوا يعني لهذيك المدينة وغطاوها ومدوا الطريق كما تنشوفوا دابا. فهذا هو السبب التسمية ديال الهديم، والهديم والهديم، وهذا فتن عظيم. دونك هذه مجموعة ديال المقولات اللي احنا يعني عرفنا واحنا أطفال،
وشفنا يعني من مجموعه من الاساتذه اللي سبقونا في التاريخ ديال مدينه مكناس. الساحه من زمان تؤدي مجموعه من الوظائف، فالساحه يعني كانت سوق، يعني سوق الخضار، كانت ساحه ديال معركه بوفكران، كانت ساحه الاستعراضات، ساحه ديال التنشيط الثقافي، ساحه قبل ديال جمع الجيوش ديال السلطان مولاي اسماعيل للخروج للحركات، ويعني وساحه يعني متعدده الوظائف حسب يعني الزمان وحسب يعني الحيتيات والظروف التاريخيه. كتعرف ان هذه الساحه هذه متنفذ للمدينه، وكاين كجميع الساحات في العالم تؤدي مجموعه كما قلت الوظائف. حنا كنتمناو على انه يتم الاشتغال على اعاده الفرجه واعاده احياء الانشطه اللي عندها علاقه بالسياحه، لان السياحه كتلقى جامده، ما كاين لا قراب، ما كاين انيماسيون اللي كانت ديال اصحاب الطواقي، ما كاينش مجموعه ديال الاشياء افتقدناها واللي كانت هي عندها علاقه بالتقاليد والاعراف ديالها. دونك حنا كنشتغلوا عليها الا كان يعني ان شاء الله على المقاربه التراثيه من اجل تصنيفها ان شاء الله كمقترح، يعني تصنيف الساحه كتراث المادي الانسانيه بحال اللي تم تصنيف جامع الفنا. ساحة لدين من كلمة هدم يهدم، أن القصبة المرينية بعد الهدم ديالها كان الأتربة وكل ما من متلاشيات كان كيتوضع هنايا، هذا هو الاسم باختصار شديد. طبعا هذه الساحة هذه هي تعتبر من التراث المحلي لمدينة مكناس، ساحة حية نشيطة. هذه الساحة هذه اليوم اللي كيوقع عليها الترميم ان شاء الله اطار تثمين مدينه مكناس، كل ما نرجوه هو ان تكون هذه الساحه وان تظل هذه الساحه متنفسا لسكنه مدينه مكناس، متنفس ثقافي يبتدئ يوميا من صلاه العصر الى صلاه المغرب او ما بعدها، في عده انشطه تتمثل في الحلقه والحلقة بجميع أنواعها، الحلقة الشفاهية، الحلقة الفنية، الحلقة الرياضية، الحلقة الحكائية، مجموعة ديال الطقوس والأنشطة اللي كنا كنتمتعوا بها داخل هاد الساحة هذه، واللي كانت كتعطي هاد الأسوار وهاد الباب هذه نظرة تراثية، كتعطي فرجة، كتعطي ما يسمى بجمالية الصورة. هاد الساحة هادي اللي عرفت مجموعة ديال الأنشطة الموسمية، مثلا من هنا كانت تنطلق أفواج الطوائف العيسوية إلى 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 ضريح الشيخ الكامل، هنا عشنا فترات معينة مع المسرح مع الموسيقى. اللي كنتمناوه هو أن هاد الساحة تظل مجالا مفتوحا للفنون وأن تظل خشبة للمسرح أو غيره من الفنون الموسيقية وغير ذلك والفنون التشكيلية.